يحق للجهات الفائزة أن تقدم أيضا طعنا بأنه هي تقبل رأسا تحضر. كان على الجهات الفائزة الحضور، كان عليها لأن موجب القانون يجوز ربما لها. ربما تجنبت الحضور لتجنب الصراع السياسي كأشخاص ثالثة، كان هم يتولون تفنيد هاي القضايا، مو تركوها على المفوضية. يعني الصدريون وتقدم والاتحاد الكردستاني من أو دولة القانون، كان من اللازم أن يقدمون طلبات للاشتراك في الدعوة كشخص ثالث، ولهم شخص ثالث من ضمن المدعي، ولهم أن يقدموا الدفوع والطلبات التي تقلل تلغي طلبات المدعي. لكن ما أدري ليش ما قاموا بذلك، على الرغم من أنني بين في أحد البيانات أن قانون المرافعات أجازة للأشخاص الثالثة كفلان شي وفلان الدخول في الدعوة وتقديم طلبات ودفوع لنفي ورفض طلبات الخصم. طيب توقعاتك ليوم 22؟ 22 أما يصدر حكم أو يحدد موعد حكم، يعني تختشم الجلسة. طبيعة الحكم المصادقة؟ لا لا، تقصد رد الدعوة؟ نعم، رد الدعوة، رفض الدعوة. رفض الدعوة والمصادق على النتائج. نعم. يعني الآن هو فعلا من كنا نتكلم أشبه ويعطي الحق للمتضررين الرجوع إلى أحكام المادة 52 للطعن بصحة العضوية أمام مجلس النواب، لأن المصادقة لا تعني أن أنت كل شيء، وإنما يجوز الطعن وفق المادة 52، وحصل حالات كثيرة. ها. نعم. يعني في الحالة أنه ممكن الإطار يخلي الأمور تمشي إلى المجلس ومن ثم يقلب الطاولة. نعم، يقلب الطاولة يقول يا فلان أنت ما هذا، يا فلان يا علان، هو هذا الصح. تمام. والله هذه الانتخابات مشكلة. لا مو لا طامة كبرى. إحنا مشكلة. بداية لمشاكل. الأطراف السياسية مالتنا مشكلة. ليش؟ يعني مثلا يصير معارضة قبل الحكومة، غير أشوف الحكومة تشكل خاطر يصير معارضة. بربك جوي وقالوا معارضة. يعني معارضة على الحق والباطل يا جماعة، وكأس الحج تشوفوا الحكومة قد تعجبكم، تمام ولا لا؟ يا معارضة، من الذي قال أن يا سيد المعارضة؟ لا، الكل يوم ينادي بأنه يذهب إلى حكومة توافقية. لا، ما هذول حوالي 20-25 واحد امتداد. نعم. والجيل الجديد. والجيل الجديد قالوا إحنا معارضة. يا أغاتي كلش حلوة منكم، لكن يا سيد الكريم أنتم يسموكم شادو كابينت، يعني حكومة الظل. غير يشوفون الحكومة الأصلية خاطر عارضها ليش وأوقف وياها ليش. يعني يصير نا كلنا من البداية يصير طور الشطراوي. لا 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 لا، يعني لا لا لا، ما أريد أحكي منك أنا، هذا موقفي. لا لا، ما يصير هيك.